الجميع بيعرف صباحة مسعود الكاتبة والأديبة التي قدمت الأدب الكثير الكثير، وهي مناسبة جميلة جدا أن تكون بيننا بعد الوعد الصحي التي ألمت بها لآخر مرة وإحنا بزيارة عندها في البيت. ألف سلامة إن شاء الله. ونتمنى دائما تكون بيننا وبين الكتاب والمثقفين والشعراء وجميع المنتديات الثقافية اللي بتهلي وبترحى فيك وقت صباح، وأكيد قدمت الكثير الكثير وتستحقي كل تكريم وكل احترام. مناسبة عزيزي الثانية بنتنا حلا المحاذير أخذت الأستاذية، صارت محامية بنت يسرى صديقتنا بين الكتاب والغناء والشعراء والمنتديات الثقافية وبين الثقافة والفنون. ألف مبروك خيتي يسرى، وإن شاء الله للأمام تمسية ثقافية فنية. إن شاء الله إحنا شوية حابين نسمع نص من الكاتبة والأديبة صباحة مسعود. أهلا وسهلا بالموجودين جميعا، تفضلي ستي صباح. أهلا وسهلا بالأديبة والكاتبة صباحة مسعود، يسعدنا بهذا الرمسي الليل اللي احنا مبسوطين فيها كثير انك شرتي بيننا بين اهلك واخوانك في بيت الثقافه والفنون لك الهواء والفضاء. تفضلي. الله يعيش النور، مساء الخير للجميع، ويسعد اهل الجود الطيبه كلها. احيي الحاضره الغائبه الدكتوره هناء البواب، الاستاذ حسان باشا والأخوات جميعا. أنا منذ مرضت من سنة ونص لم أقف على منصة، ولكن اليوم مشكور جدا أخوي حسان باشا. سوف أقول نص يعني إن شاء الله، بس اعذروني يعني لأنه عينين كبار وحرامي ديالي. معلش، أول إشي بدي أهدي زوجي لأنه دائما بيرافقني وبيبعث معي بصراحة بالبيت بنام وبنت هو واقف جنبي هو وعائلتي. مد يديك كي تحتويني، دعني أتنفس جزءا من أنفاسك المختلطة بعطرك، فانتعاشي بأكسجين يحمل نكهتك هو لي عمرا جديدا. في قلبي حبا أوسع من الفضاء وعشقا يرفع كل يوم من الأرض إلى سابع سماء، وقلبي لك أنا ولي أنت. أما بالنسبة للنص الثاني فهو فلسطين. فلسطين طفلة بريئة في خدرها أي قدسها تغفو وتنام، تضحك وتلعب في شجر، في قلبها حب وسلام، في نقائها جميلة رقيقة، في حسنها ها
هام وغيام. لما أصبحت فلسطين فتاة يليق بها التحجب واللدام، أتاها ثائر يوما على صهوات خيل لا تضام، فقال لها معتزلا: أنت الهوى، لا لن أطيب بغيرك أي مقام. انتفضت فلسطين وقامت وعقدت حبل قبلهما الغرام. عفشت فلسطين وهامت تبحث عن بحر الهوى لتربي حبها مودة ووئام. وحينما دنت من مشرب هاجت عليها قردة أدمتها حتى لا تنام. خافت فلسطين ورجعت تنتظر لتنادي ثائرها الهمام: يا ثائري يا مقلتي، انهض وخذ هذا الحزام، انهض ولا تخشى الأمام. سيعيدك العرب العرب الكرام. وصاح ثائر في فزعة حتى دوى صدى صوته أعلى مقام: هل فلسطين خدشت؟ سأنهض فما للصبر من قلبي مقام. فحل ثائر مهرته سريعا فنسي حتى شد اللجام. قفزت عليه القردة في لعبة في خدعة وعيونها تبكي الغرام. حزن عليها ولم يذر فقال لها حلو الكلام. ولما دنت منه وقد أشفق عليها يا حرام، باغتته بحبها وبقلبها وغنت له حتى ينام. فهنا اطمأن ثائر ووزنت عيونه في المنام. سحبت سيفها وغرزت وبالطعنات تدارى وآواه وصلت للعظام. فتآوت فلسطين حسرة على ثائر لقلبها ولطمت خديها اللطام. شكرا للكاتبة والأديبة صباح المسعود. سعيد جدا انك بينا اليوم والقيتي نصين جميلين جدا، حياك الله. ارى الشاعره مجد اعرض وتاثر بما قيل. اهلا وسهلا فيك شاعره مي، حياك الله. لكن من سموره من كبها الجميع، حياك الله. باشا والاخوان باشا الضبط وعماد واحمد المشني وزياد وكل الموجودين، حياكم الله تسهلني هذه الليله. كنا نحن سعداء بهذه المناسبتين الطيبتين، وجود صباح بيننا وأحمد، والاحتفال في حلا المحادين بنت أختنا وصديقتنا يسرى. تفضل. أنا بتأسف لحبيبتي وموجة قلبي إني قبل ما أحكي إني أبارك لبنتها حلا، وحلا بنت من بناتي كمان كذلك. حبيبتي ألف مبروك، سلام فيها وبعد ما تشوفيها قاضية إن شاء الله. تفضل رضي لك الفضاء يا سيد صلاح. أيش عن فضاء؟ أنا أتقدم بالتهنئة إلى جميع أسرة وصديقتنا الغالية علينا سيد صلاح. وأنا بسرعة بكل صدق يعني حبت انه تشارك هذه الفرحه، فبعثت لي فيديو يبنته هي تؤدي القسم
الرب والحقيقة شيء يعني موضع الفخر والاعتزاز ما سمعته من نقيب المحامين عندما قال أقسمت وأبدعت في التسبب. أجابت نعم. فعلا صح. العبارة لا تقال إلا المتميزين. صحيح نعم نعم جميل. نعم شفناه وشفناه وحنا نعم بكل صراحة وإحنا يعني لأن نتعامل مع الجميع هنا كأن أسرة واحدة صحيح يفرح الأسرة يفرح الجميع صحيح وأنا باسم كل أصدقائي وخاصة ربنا الخاص العائلة الصغيرة اللي برأسها سميح باشا سميح باشا جرالي وخالد باشا الصغير أنا باسم الجميع ست يسرى في أجمل باقات التهنئة والتبريك. ونتمنى أنه نسيت من النجاح والتقدم لها. إن شاء الله. إن شاء الله. سيدي وسبتي مدير عام لقامات ومنارات أدبية أتقدم برضو بالتهنئة والتبريك لأختي يسرى لحل المحابين لأختي صباح هناك بعد بالسلام إن شاء الله احترامي وتقديري للجميع. أنا شفت الشاعرة مي الأعرج متأثرة جدا جدا وبتمنى عليك وطلب مني الجمهور انه يسمع منك شيء لصباح ولا يسرى. تفضل. تفضل. إذا سمحت. تفضل. لأن أنا هي عزم أنا عايش. حقك عليك أما بالنسبة للشيخة الفاضلة يعني هي سيدة دائما الجلسات الأدبية والثقافية ستنا الفاضلة ست صباح يعني كل ما سمعت عنك بأنه يعني كان لي مراجعة طبية وبعد المراجعة شهدت الاتصال على محياتي بصدق يعني أشعر بشيء من الأمل بأنه ربنا دائما موجود وأنا أهنئك على ثقتك وعلى إيمانك القوي وجود الله اللي هو قادر على أن يشفيك ويعافيك وتكون قوية دائما وأنا بهنيك وبهني زوجك وبهنيك فيه على العبارة اللي حكاها لأني أعرف أنها هي بلعب بشكل عفوي وأجمل ما بعلاقة الزوج بزوجته أن يكون دائما الكلام شكرا للحبيب ظاهر بيك ربضي شكرا شكرا لله واترك المجال للشاعر مي الأعرج لتقول ما عندك أسعد الله مساءكم بكل خير والبركة يعني حجم المحبة التي أراها في حضورنا جميعا القلوب النقية والصافية أختي الكبيرة صباح ماما صباح وما بعرف شو بدي أقولها يعني أنا وبنتها كنا زملاء في مدرسة سكينة سوا أنا درست سكينة وطبعاً يعني هي لما بدك إياها أم بتلاقيها لما بدك إياها صاحبة بتلاقيها حدا كثير عنده عطاء ومحبة وهذا إشي بنفخر فيه جميعاً وعمو أبو أحمد شو ما حكينا فيه قليل لأنه عمو أبو أحمد إنسان مجرد تقول إنسان يحتوي للإنسانية جداً فعن جد يعني الواحد بيعجز أمام هاي المحبة أمام القلوب النقية والراقية أنا بتمنى لكل الأزواج يعيشوا كل شيء أنا عشت أنا وياه حبيبي الله يسعدك وطبعاً يسرى حبيبة القلب يعني إنسانة راقية جدا واللي بيتعامل معها ما بينساها واكيد اكيد لما نسمع انه عندها ناس تخرج بمستوى محاماة ومستوى مرتب اكيد ما رح نستغرب لانه وضع طبيعي يطلع من عندها هيك فالف الف مبروك الف الف مبروك وطبعاً ما بننسى من يشجينا بأنغامه دوماً الإنسان الخلوق يعني أخلاق تمشي على الأرض يعني شكراً كثير لك يعني أنا لما أسمع إن الأستاذ ظافر موجود لو شو ما عندي بحب أجي ف يعني مش بس
يعني هو مبدع لكن مش دايما الابداع اللي بالكتاب ابداع مع اخلاق فهذا الاشي احنا فخورين فيه جميعا أكيد. وشو بدي احكي يعني كل الموجودين كلكم أكيد. يعني لو بدي اذكر كل واحد اسمه رح اكون مقصره معه يعني فطبعا اخونا الباشا حسان يعني انا حسان بعرفه من فتره طويله ويعني مثال للاخلاق واخ لما تحتاجه مستحيل يعني يتاخر والله يديم المحبة بيناتنا جميعاً يا ربي وسواء في قامات أو في شذر روح أو في بيت الثقافة أو إحنا اللي تجمعنا المحبة قبل كل شيء تجمعنا المحبة فالله يديم المحبة بيناتنا جميعاً وشكراً كثير طبعاً هلأ مش وقت شعر هلأ وقت ملاقات شكراً لك شكراً شكراً لك شكراً للشاعر نبيل العرب بالنسبة للعرب الضبري هذا المقطع Thank you.
حياك الله ربي، حياك الله. والله أنا بدي أدعو أبو أحمد ليحكي لنا كلمة عن صباح، لأنه يعني فعلا أحق من يتكلم عن الأسرة والمحبة. على فكرة إحنا قبل كم يوم زرنا أختنا صباح، إحنا مجموعة بدعوة كريمة من نديل صباح، فألم بها وحكي وإحنا عندها في البيت، ففز أبو أحمد وقال لها قوم يا حبيبتي، والله قوم يا حبيبتي بدي لبسك وأنا بدي أوديك. كم كان هذا الشعور الراقي جدا، يعني لما واحد هالعشر كلها بصل لها السن هذا وبعده بقول يا حبيبتي. على فكرة أنا الصبح بصبع من البيت بقول لزوجتي بقول يا حبيبتي. أبو أحمد تفضل يا سيدي، حياك الله. لكن المجال أن تتكلم بأي شيء يجوز للقاء. أنا أبوي مات ولا أمي حبيبتي، وهو ميت، هي ميتة. يا الله حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعد ماما، أهلا بالجميع. يعني الأستاذ حسان حطنا الموقف محرج. أي بتقول حبيبتي يا زلمة؟ لا يا سيدي مش حلوة. مشاعر حلوة، مشاعر حلوة. أول شيء غاروا منك بده يعدوها. أول شيء رفيقتي بعمر 53 سنة. خلفت العمر كله. وخلفت بنات مش بنات رجال برضه. اليوبيل الذهبي. هيك عن اليوبيل. يعني وأنا أصلاً بين الناس بس حقولها صباح أو أقول مغطي. أنا بقول ابن رجالي. أنا بقول ما في يعني أبداً أسامي الناس مستحيل. إذا صار موقف زي هيك ما بلديها باسمها. بقول ابن رجالي لأن هي ربة رجال. نعم. والعشرة ما بتكون إلا أولاد الحرام. أكيد. أنا يعني في عندك عالم. قديش كان عمري لما أخذني؟ يا الله. يعني أنا بشوف ناس بتزوجوا بفكر حاله أول ما يخطب بيكون ملك من ملائكة الرحمن، بعد ما يتجوز بصير كلب ابن كلب، سبها على الطالع وعلى الفايت. ما أحكيش على كلنا، بحكي على البيئة الهملة. وبيجي بده يعني تحصل مواقف، انت بدك جيتي على الدار عروس متزوجه بدك تبوسي ايد امي وتبوسي ايد اختي وتبوس، وفي ضل حدا يبوس ايدين. يا جماعه الخير منبوس ايدهم احنا بس يهدوا عيشتنا. وشكرا للجميع. طيب برضو بوجود الأديب خميس سمور لابد أن يكون فيه كلمة صباح. تفضل أستاذ خميس سمور الأديب الله. الله يمسيكم بالخير. شكرا على هاي الجمعة الجميلة جدا جدا جدا. صحيح بعد كل الكلام اللي تفضلوا فيه الإخوان ما ظل في كلمات، يعني الشعور يعبر أكثر من الكلام. بنقول له صباح ألف الحمد لله على السلامة، وإحنا دائماً بنعيدك بظهر الغيب. ولوس الشكر الكبير للأستاذ أبو أحمد زوجها الكريم الذي قام بالتعبير عن محبته وشعوره بكلمات بسيطة جداً على طبيعته كما هو يعيش فعلا. وهذه المشاعر طبعا تأتي بالعشرة والتجربة وطول الوقت. نتمنى لكم حياة جميلة هادية بالصحة والعافية والشفاء العاجل إن شاء الله. ويرضى عليك. ومبارك لروح يسرى طبعا تخرج منها حلا محاماة محامية خبيرة، وبنقول لها ألف
مبروك وبالتوفيق. الله هي كانت مختصرة كلمة مختصرة عن الجيل. نعود نستمع لبعض الرموز يعني. مشيها مشيها مشيها.